إلى بريطانيا، حيث أعلنت وكالة الصحة العامة اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد ترتبط معظم الحالات المصابة به بالسفر إلى الخارج. وأوضحت وسائل إعلام بريطانيا أن الأطباء يجرون اختبارات على هذا المتحور الجديد من كوفيد-19، مبينة أنه لا دلائل على أن السلالة الجديدة تقلل فاعلية اللقاحات. ونبقى في بريطانيا، حيث كشفت تقارير لأعضاء البرلمان البريطاني أن الحكومة ستتعرض لمخاطر مالية لعقود جراء إنفاقها أكثر من 370 مليار جنيه استرليني على جائحة كورونا. وأعلنت لجنة الحسابات بمجلس العموم أنه على الحكومة أن تكون واضحة بشأن كيفية إدارة ذلك في المستقبل وخلال أي فترة زمنية بعد إنفاق هذا المبلغ. ورغم أن القيود قد رفعت في بريطانيا، لا يزال فيروس كورونا يلقي بظلاله على الحياة اليومية فيها، ويشكل هاجسا مخيفا لقطاع البيع بالتجزئة بعد تضرر القطاع من إجراءات العزل الصحي مع الارتباك في التطبيق الإلكتروني للصحة البريطانية. نتابع. لا تزال قيود كورونا تكبل العديد من مفاصل الحياة في بريطانيا، على الرغم من وصول البلاد إلى المرحلة النهائية من الانفتاح برفع الكثير من القيود منذ بداية الأسبوع الماضي. فيما لا يزال الحجر الصحي للأشخاص المخالطين للمصابين بالفيروس يشكل هاجساً مخيفاً، خاصة لقطاع البيع بالتجزئة بعد تسببه بنقص حاد في الموظفين العاملين في قطاع التجهيزات الغذائية السوبر ماركت، وصل إلى 20%، مما دق ناقوس الخطر لدى المواطن البريطاني مع احتمالية أن تواجه بلاده عراقيل في تجهيز الغذاء، خاصة بعد تداول صور لأرفف فارغة في كبرى مراكز السوبر ماركت، الأمر الذي دعا الحكومة هنا أن تسارع بإعفاء 10,000 موظف من قواعد الحجر الصحي عن طريق إجراء اختبارات يومية لهم. سنمنح إعفاءات كاملة من شرط العزل الذاتي للعاملين في مجال النقل والأغذية والأدوية وشبكات الكهرباء والماء وغيرها من المرافق المهمة. إشعار المواطن المخالط بشرط العزل الصحي لعشرة أيام يتم من قبل السلطات الصحية وعن طريق تطبيق إلكتروني في الهواتف المحمولة، حيث تم وصول أكثر من 600,000 تنبيه في الأسبوع الماضي، نظراً لما تشهده بريطانيا من ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة استحوذ فيها المتحور دلتا على 99% من تلك الحالات. ولا يقف إشعار العزل عند البائعين في المتاجر وبقية المواطنين فحسب، فحتى رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك يخضعان إلى إجراء العزل الصحي بعد مخالطتهم لوزير الصحة ساجد جافيد الذي أعلن إصابته بالفيروس منذ أكثر من أسبوع. أعتقد أنها أصبحت مسؤوليتنا لنعرف كيف نحمي أنفسنا والآخرين، فهناك لقاحات وهناك إجراءات وقاية يجب أن لا نتخلى عنها، وأهمها ارتداء الكمامات. ما فرضته كورونا من قيود على مدى أكثر من عام لن تلغى بتلك السهولة، ولكن بريطانيا ترى بأن الحياة يجب أن تعود إلى طبيعتها، وعلى الجميع أن يعلم بأن الفيروس لن يغادرهم بين ليلة وضحاها. للإخبارية مهند الراوي، لندن. ومعنا من لندن أيضا مهند الراوي. أهلا بك مهند. بعد هذا التقرير الذي أجملت فيه كل شيء تقريبا في بريطانيا فيما يخص فيروس كورونا، هناك رفع للقيود الصحية المرتبطة بكوفيد 19، ولكن هناك احتجاجات وتظاهرات وإصابات في وسط عناصر الشرطة بخصوص موضوع التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، هل من تفاصيل؟ نعم، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. في الحقيقة منذ أن بدأت الحكومة البريطانية بإجراءاتها ضد فيروس كورونا سواء بالعزل أو سواء باللقاحات، بدأت هناك مجاميع ليست بالقليلة تتظاهر أسبوعيا ضد هذه الإجراءات وضد أي قانون تقره الحكومة
في مجال الحد من انتشار الفيروس. هذه التجمعات بدأت تتزايد عندما طالبت الحكومة أو ألمحت بأنها ستوجب جواز اللقاحات الذي يسمح بالدخول الأماكن العامة والمغلقة أيضا التي كالنوادي الليلية وغيرها عن طريق هذه الجوازات، وألمحت أنه سيتم استخدامها، أو قال وزير التطعيم أنه سيتم البدء بها في مطلع شهر أكتوبر. وهذا أثار ضغينة هؤلاء الذين اعتادوا على الاحتجاج وأثاروا مظاهرة أمام داونينج ستريت، مبنى رئاسة الوزراء، مما أدى إلى اشتباكات مع رجال الأمن هناك. الوضع في بريطانيا ليس فقط من الناحية الصحية هو مضطرب، الوضع بعد الخروج من حالة الإغلاق التوجه إلى الحالات الانفتاح النهائي هو ينبئ بتزايد الإصابات التي حصلت في الأسبوع الماضي نتيجة الاختلاطات. ولا ننسى الاختلاطات هذه بدأت منذ تأهل ربما بريطانيا إلى أو إنجلترا في الدور في مباريات كأس أمم اليورو، وهذا هو يشير إليه التزايد في الإصابات بين فئة الشباب، حيث يشير أن أكثر الإصابات التي هي الآن بين فئة الشباب ومن الرجال بين عمر 20 و30. ما الحل مهند إذن؟ هذا يدل على شيء، هو دل على ليس هناك عمل عن بعد. الحل الذي وضعه والإصابات تتزايد، الحل هو كما ذكره وزير الصحة هنا أن الفيروس يجب أن لا نتخوف منه بطريقة قد تنسينا التوجه في نواحي الحياة الأخرى. ولا ننسى أيضا أن الاقتصاد البريطاني كما أشرت في خبرك هو أيضا في تراجع، وهذا يؤدي إلى تأزم الوضع في بريطانيا لسنوات كثيرة. ربما الأضرار التي يؤديها كورونا قد تكون أقل من الأضرار الاقتصادية، خاصة بعد ما شهدته الأزمة التي لاحت في الأفق في نقص المواد الغذائية جراء الحجر المنزلي أو العزل الذاتي للموظفين. فإذا كورونا كلما زادت الإجراءات ضدها أثبتت للحكومة البريطانية هي تراجع من ناحية الاقتصاد، فلهذا ألمح أو أشار وزير الصحة بأن على المواطنين أن يتعايشوا مع الفيروس بطريقة يتعلموا منها حماية أنفسهم، ومن خلالها التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات وقت الحاجة، ولكن هي غير مفروضة حاليا في كل الأماكن ما عدا وسائل النقل التي أوجبها عمدة لندن هنا أنها لازم أن تبقى داخل وسائل النقل. شكرا جزيلا لك مراسل الخبرية من لندن مهند الراوي، شكرا لك. ويثير انتشار المتحور دلتا لفيروس كورونا مخاوف عالمية مع سرعة اجتياحه وارتفاع نسبة الإصابة به في أعداد الحالات اليومية، وأيضا الإحباط يصيب الحكومات والشعوب بعد التطلع إلى انتهاء قيود الجائحة وقرب لنا.